الجديد الجديد هو انه في اخر المداخله ديال الدفاع الطرف المدني بعد ما وجهت الاسئله للشهيده يعني الكاتبه الخاصه ديال المتهم تمسنا عرض الاشرطه السمعيه البصريه على خبره تقنيه يعاد بها الى مختبر الدرك الملكي باش نعرفوا واش باش نحيدوا الشك. حنا ما عندناش الشك في ان سليمه، ولكن باش نحيدوا الشك الملتمس اللي ما قدوش دفاع المتهم والمتهم يقولوا حنا قلناه باش ما يقولوش لا وحنا نفيناها والشهيده تتنفي وجود دي في ار الى اخره. الشهيده في الاول قالت بان ما كاين لا دي في ار ولا دوك الاجهزه الصغيورين ديال التسجيل اللي كيربطوا ما بين دي في ار وبعض الاجهزه اخرى، ديك ما عمرها شافتهم، وداك اللي قراوها باش تنفي، ولكن ما نبواش على البي سي. المحكمه فاش سولتها على البي سي قداش قالت هو لا ما عمرها شافته. ديك الساعه غتنوض ضجه عند الدفاع المتهم والمتهم سمعناه وسمعوه اطراف اخرى تقول قولي ديالي واش ترتو انا وقلت المداخله ونبهت كتابه الضبط على هذا الشيء هذا. وانا شخصيا كذلك قلت بان راه الاستاذ السهلي كيقول بانه لا هو هذاك اي هو هذاك تينبه الشاهده باش تقول البي سي ديالو، حيت عرفوا بانه حنا غنستغلوا هذا التناقض. كيفاش هي عارفه الاجهزه صغيورين يعني خدمات النبهه ديالها والانتباه ديالها انا كنت في ما عمرها شافتهم، والبي سي قداش كذلك اللي هو ديالو اصلا واللي هو يقر به بانه ديالو كاين في البيرو ديالو ما شافتوش. بعد ما ضد الضجه وعرفات بانه هي خاصها تقول بان البي سي ديالو غترجع من بعد باش تصحح وتقول لا هذاك غير انا كيصحاب لي واش البي سي اللي مربوط به هذاك، وهي راه هذاك البي سي مربوط به بداك الشيء نيت. رجعت انا تغرى قويه كتخدم المصالح ديالنا، زائد ان فاش سولتها كذلك على ما لون الكنبه وقالت اللون ديالها باش معناها انتبهت، سولناها على عدد الوسائد قالت لنا كاين ثلاثه او في المحضر ثلاثه والوسيد راهم قدهم قداش وبالالوان، قالت لك لا كاين ثلاثه وما كاين تما شي سته. كيفاش انت الانتباه ديالك عرفتي بانه معدات صغيره جدا لا تتجاوز حجم اصبعين ولا اصغر، انتبهتي بان ما عمرش ما كايناش شي، والوسيد قدهم قداش سته ما لفتوش انتباه ديالك؟ يعني هذه امور. وقالت بان المحضر ديال الضابطه القضائيه، واش كيتناقض مع محضر الضابطه القضائيه؟ كيتناقض مع التصريحات ديالها عند الفرقه الوطنيه. سولناها قالت لك اودي تعاملوا معايا مزيان وما ضغط علي حتى واحد في التوقيع وقريت في الاول، قالت قريت ووقعت اياه، ومن بعد فاش تناقضت وتنبوها الدفاع بانها راه كتقول شي حوايج مختلفه، ايوا انا قريته بسرعه، واش شي واحد زير عليك؟ واش شي واحد ضغط عليك؟ لا. اذا وفي الاخر سولناها ايوا كيفاش انت نفيتي كل شيء داكشي اللي في المحضر ديال الشرطه القضائيه وكتقولي حاجه اخرى وانت قريتي ووقعتي؟ وسولناها الا كنتي كتقري بسرعه واش كاينه واحد النسبه مئويه ديال انك ممكن تنساي ممكن تزقلي ديك السرعه او ما يمكنش 100%؟ دابا هي تناقضت 100% مع المحضر ديال الشرطه القضائيه ديالها كله معناها 100%. كيفاش وحده قرات المحضر قالت بان تعاملوا معايا مزيان الشرطه عطاوني نقرا ما ضغط على حتى واحد باش نوقع ما حتى واحد يعني ما زربني يعني باش تسرع ما حتى واحد ما خلعها ايوا وتزقلي 100% بحال كتقرا الروايه ديال غصن كنفاني اللي مكتوبه لها تما في المحضر. ومنين جابت المحضر الشرطه القضائيه انها كتخرج مع 4:30 وكذا 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 يعني الامور اللي صرحات بها عند الضابطه القضائيه. في الاخر حنايا التمسنا عرض الاشرطه
عرض الأشرطة على مختبر الدرك الملكي باش نقطعوا الشك. والشهيدة اللي اليوم كانت هي موضوع ديال الجلسة أفادتنا بالكثير أن هذاك هو المكتب ديالو، هو اللي كلف التصاور اللي صورت الشرطة القضائية، وقال داك الشيء كامل اللي قال اللي كان في التصاور، بمعنى أنها أكدت كل شيء الأمور التي نحتاج إليها نحن كدفاع الطرف المدني. وبالتالي فهذه كذلك ضربة قوية للمتهم ولدفاعه الذي نصب نفسه دفاعا عن الشهيدة. وتم تنبيههم مرات عديدة من طرف المحكمة ومن طرف السيد الوكيل العام أنه راه هذيك ما عندهاش محامي ديالها، هذيك راه شهيدة. هما لا، حيت هما خايفين لا تخط في تناقض، علما بأن الشهادة ديالها أنا بالنسبة لنا أكيد أن المحكمة راها عارفة وراه عندها الكفاءة التامة الكافية شرعا بها ومعها أنها عارفة شنو الدور ديالها. وبان بأنها ملقنة، ورغم أنها ملقنة فإننا استفدنا كثيرا من شهادتها. والمتهم غادي وتغرق في التهم المنسوبة إليه وفي الأفعال الجرمية المنسوبة إليه. وشكرا لكم. نعم نعم، باش نقطعوا الشك سيدي، باش ما يبقاش واحد يهضر يقول لا انا عضو المختبر الدرك الملكي، ويجيو هما يقولوا لا نعرضوا على شي مختبر في امريكا ولا في الاتحاد السوفيتي ولا ما عارفين كاين.